رجعنا مع عبدلي بيك شو، رجعنا للحوارات مع الفنانين ومع الناس الضيوف نتاعنا باش نعرفوا خاصياتهم، نعرفوهم الخاصة. لكن قبل هذا الكل، انتم اللي قاعدين تفرجوا فيا في الدار، أبار اللي قاعد تتفرج وقاعد تتمتع، نحبك تزيد تتمتع وتربح كرهبة تويوتا أجيا. تبعث حرف A SMS في حرف A على 85 885 وأبعث أكثر من SMS باش توفر حظوظك. وتوا نستقبلوا مع بعضنا الفنان رؤوف ماهر. عسلامه عسلامه، شنو احوالك سي رؤوف؟ لاباس لاباس الحمد لله، امورك باهيه؟ تريبيان رؤوف، مرحبا بيك، فنان محبوب برشا، يعيش. نحن فرحانين بوجودك، يعيشك. وانا نحسك فرحان فرحان خويا اليوم، مدامني منتخبنا ساعه وعلم تونس ترفرف في العالم البارح خويا، وعلاش ما نكونش فرحان؟ والله تعب ومريض ويعلم ربي معناها التعب اللي تعبناه في الخدمه هذه اللي باش نوراها للجمهور اليوم، نسيت التعب الكل وفرحان على خاطر كي نشوف علم بلادي يرفرف خويا في العالم. انت تحضر في الغنيه هذيا وليكيب ناسيونال ربحت، الحمد لله، كانك سبقت الخير. والله الحمد لله الحمد لله، هو زاهو يعني لما يتفاها تحيه لكل اهلينا في جربه من حومه السوق الميدون القشعيين الوالغ المحبوبين الكل اللي شاركوا معي، هي زاهو لما نتاع جزيره جربه اون جينيرال، وحبينا نفرحوا العباد اللي في ديارهم، العباد اللي متغربين سيرتو، زاد سيرتو المتغرب راه يحس برشا بالبلاد، حبينا ندخلوا لهم الفرحه هذه وشويه هاي ان شاء الله تكون طالعه خير علينا معنا. وكانك زاد استغليتها باش تبعث رساله للمنتخب. والله استغليتها وان ما نحيش معنا، احنا خدمنا الخدمه ولكن هاي طالعه خير، ربحت فيها المنتخب باش نبعثها ديديكاس للجوارات الكل. شنو هما الجوارات؟ نعرف اللي عندك علاقة خاصة مع جوارات صحابك يعني. اي صحابي طبعا، نحب نحيي يوسف مساكني، نحيي سيف الدين، سيف معلم راه صديقي برشا، وبلال عيفة، الاولاد الكل يعطيكم الصحة، وكلهم اصحابنا وكلهم اخواتنا وعائلتنا، شرفتونا البارح ووصلوا هكاك، نحبكم تكوروا وتعرقوا وتتعبوا، نخسروا ما يسالش، المهم نكونوا رجال على الطران، الربح حاجة أخرى. واضح. دونك حضرت لنا غنية سبيسيالمون. ايوه زهو زهو اي زهو زهو الجربي هذا طبعا، هو زهو الجربي، تحيه لكل اهالينا في جربه في حومة السوق وفي ميدون قشعيين والغ المحبوبين، هذوما وين البلايص اللي صورت فيهم مارينا حومة السوق. الفكره حبيت ان عندهم اجواء يعملوا كل 15 يوم، كل جمعتين، كل 20 يوم يعملوا الفانتازيه نتاعهم، ويعملوا في اجواء لما في وسط حوش أولاد ونسي متاعهم ويعملوا زهو يعني. عجبتني الفكرة وحبيت أني نشاركهم في الفكرة هذه، نشكرهم الكل وإن شاء الله باش تعجبكم وتو تسمعوا معنا الفكرة. علاش تو نسمعوا؟ خلنا نسمعوا بعد نرجعوا نكملوا. يلا نسمعوا زهو الجربي حصريا في عبدلي بيك شو. تحية لكل أهلنا من بنزرت البنجردان لتطاوين، تحية المجموعة اللي رافقتني اليوم، خويا رضا الريغي، وأحلى رضا الريغي، مجموعة رضا الريغي، وتحية الجواهر الأحلى جوهرة في جزيرة جربة، وتحية كل أهلينا في مدنين أون جنرال جرزيس بنقردان، الناس الكل يلا أعطونا الجو. يا سيدي حضروني لوحكم، هيا هات يا انا من صغري نحوص في البرور وفي الغربه، في الغربه عديت ايامي عديت ايامي، حتى قابلت ليله البدور، يا فني فني افني افني ويا غرام يا فني ويا غرامي، على حمام اللي طار يلي طار وعلق، على حمام اللي طار يلي طار وعلق، على حمام اللي طار يلي طار وعلق، فهاك الغالي مرة
الميعاد مشيت وخليته. مهر يعيش حفلت الدنيا. نشكر زاد الموزع وصاحب الفكره وجدي بن عبد الله، تحيه ليه. البرود جويلي برود اللي معايا اللي صوروا لي الكليب، المخرج مروان زاد يعطيه الصحه، ليكيب الكل اولاد الكل حبيت نشكرهم اللي ساهموا معنا. توا رؤوف انت اصدقاء انا وياك، مش اول ايميسيون تجيني، وفنان تبارك الله معروف ليك 17 سنه موجود على الساحه الفنيه. لكن رؤوف انا بعد ساعات باش كيما هكا نقول اسمك، لا نعرف لا اسمك لا رؤوف لا ماهر. اسمي زوز، رؤوف وماهر، في العائله وفي الاقارب وفي الحومه زادا، سيرتو في حي النور. تحيه لكل. افرض اسمك الحقيقي شنو هو اسمك؟ اسمي في البطاقه رؤوف وماهر زوز، معناها حتى في العائله الدنيا عندك زوز اسامي؟ زوز اسامي. عندك لقب؟ عندي زوز القاب. زوز القاب وزوز سامي وزيدهم. شنو اللقب نتاعك؟ لقب الطيف. الطيف اه. ومعروفين زاد حتى فامي بو سته، معناها اللقب الطيف وينادوا فينا، وموجود حتى اللقب بو سته. معناها انت رؤوف ماهر الطيف بو سته، واختار اللي تحب في بطاقه تعريف كيفاش مكتوب. لا في البطاقه رؤوف بالطيف. رؤوف بالطيف معناها انت رؤوف بالطيف. اي
وكي عيطوا لك ماهر تتلفت في الشارع يا ماهر. اي كبرت معناها معروفه حتى في الحومه تو برشا نكوروا في الدار شي عيطوا لك رؤوف ولا ماهر؟ ينادوني ماهر. وفي القهوه فما اللي يناديني ماهر فما اللي رؤوف عادي. وانت شيخ حسامي انت على ما ياتي يريح لك شي اسم كي رد سكور عامله. بالضبط. اما لا تعودت معناها عادي معناها نجم شكون ينادي ماهر نتلفت بون كيما نلقاش عليه ظاهره الحكايه ظاهر على رؤوف. باهي رؤوف يا ماهر يا لطيف يا ابو سته. 17 سنه مسيرة. اي غنيت لانواع الكل. خدمت خدمت لانواع الكل. اي والانطلاقه طلبي خليجي تونسي الانطلاقه هي ليبي كل شيء. الانطلاقه صحيحه معناها في الانتاج هو كانت من مهرجان الاغنيه التونسيه معناها تحصلت فيها جائزه احسن اداء تحصلت على هذا اللي حبينا نقولوه. انت زاده في المهرجانات تعديت فيهم حصلت على برشا جوائز. اي جوائز الاولى في مهرجان في مهرجان الاغنيه التونسيه مهرجان الاغنيه العربيه زاده في المغرب تحصلت وهبطوا لي اغنيات في روتانا وفي مزيكا. انت اليوم وصلوا اغانيك تعدوا في روتانا وفي تونس ما يتعدوش. وصلوا ايام ايام ساعه اليوم الحمد لله الجمهور عليك. كنت مغذوبي عليهم في تونس؟ لا مش ما نحبش نقول اما كنا متعبين. مش ما نحبش نقول اخاف عليك خلينا نحب نحكي خاطر راهو نحكي ولا لا نحكي انا مش عاجبك فيها نحكي. اي بالنسبه لي علاش لازم نحكي على خاطر نعرف برشا كيفي هذا المهم لليوم للغدوه مش مازالت الحكايه لليوم معناها ثم برشا فنانين كيفي باش يعرفوا بانتاجهم ولا باش يتشهروا ولا باش يسمعوا يجي تعمل بي باساج تسمع على خير ما عادش تسمعها في تونس مازالت الحكايه هذه هذه مشكله كبيره برشا. وقتها غنياتي خويا راهو كانوا في في كنت محقور في تونس مش محقور لكن في من فئه معينه معناها خاطر تونس ما شاء الله سامحني سامحني خلينا نحكيو فيها. انا ولد الجنوب انت تعرف احنا كنا توانسه. لا خلينا خلينا لا لا خلينا خلينا نحكي لكن مهمه برشا ثم نوعيه نتاع عباد معينه شادين بلايص معينه عاملين يحقروا ولاد الجنوب فوالا عاملين الحكايات هذيا معناها خاطر الحكايه هذيا ما سامحني خويا غنيتي مثال انا السيدي نتاعي وقت اللي مشيت خويا للموزايك وقتها نتفكر فيها كيما تو باش نعدي الانتاج نتاعي قعدت في المطر تصب علي الوحيد 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 اللي عدى لي غنياتي كي نعمل انتاج هو الهادي زعي يرحم والدي ويرحم والدي ونبقى ديما ننظر له به ريت اللي باساج عديت فيهم منهم مع اعلامي معروف لا علينا فيه مشيت بحذاه وقتها جايب فنان لبناني وعاملين له قاوق وهنا واني نستنى خويا تونسي نورمالمون ولد بلادك وعادي هذا كله تعودنا به الحكايات هذه تعديت معاه خمسه دقائق ولا سته دقائق قلت له الاغنيه شبيك ما عدتهاش قال لي توا تتعدى الاربع نتاع العشيه وبدا زنح معنا الطريقه اللي عملها لي تاع تو نعديها لك الاربع نتاع العشيه. السيدي نتاعي ندور المطر تصب عليا كلمت علينا فيه شكون قال لي امشي خلي السيدي نتاعك هكا العساس موجود غد مع عساس معلم كلمه هذاك راجل يخدم على روحه الساعه نتشرفوا به ما نقولوش كلمه عساس الانسان يخدم في خدمه مشرفه الساعه والطريقه وخلى غادي تو نكلموك وتو نشوفوا تو نعملوا نمشي نسجل في فرنسا ونسجل في باريس ونسجل في اكبر استديوهات واحد يجي يقول لك نشوفوا بعت لي في الاخر شنو هي السبله اخر سبله عملوها لي نعدوا كان الاغاني اللي في التوندونس اما هاني في التوندونس خويا توا حتى وين تحب انت هاني موجود غادي في التوندونس. بصراحه العمليه ذي والحقره ذي اللي صارت لك وجعتك خليك كما توجعش راني ما نحكيهاش توجع سي نورمال كي تكون تونسي معناها تونسي. شنو هي الفتره اللي عديتها فتره خايبه وقتها كي وصلت لي تقر في روحك النقص يفشلوك تقول انت ما تنجحش مورال خاطر الفنان سي نورمال معناها انت نشوف روحي ما ننجحش ما نجمش اليوم الجمهور تحيه للناس الكل الجمهور الكل من تونس الجنوب هالشمال هالغرب هالشرق كلهم نتشرف بهم وكل عندك جمهور في ليبيا يحب. الحمد لله كل جمهور كل اللي في ليبيا واللي في المغرب واللي في الجزائر والناس اللي تبعوا فيها الكل سيرتو على الباج اليوتيوب والانستغرام والفيسبوك هذاك هو اللي كان سند واليوم عرفت اش معناتها ونحب رجعت فاست ونحب الميساج هذا نوصله حتى الفنانين اخدموا على الديجيتال اتو هم من بعد يجيبوكم كاو. رجعت فاستك تسمى والله رجع لي الجمهور حب الناس حب الناس اليوم حبت العباد فهمت عرفت قيمتها ماهيش مربوطه خذيت الريفونش تاعك كفنان الحمد لله الحمد لله معناها وين ديما, كان ديما ديما نحس روحي المنشطه هذايا شنو علاقتك به اليوم اللي حقرك هذايا وما
لا علاقتي بهم دائما طيبة، أنا مسامح راني معناها فهمتني، ما نحب. عاودت تعديت معهم بعد؟ طيب قابلنا وكذا ومنه، ولكن زعم يحب كل مره هكا يهز مع ريتهم جماعه النجوم والريق والواحد مو جوي ريت يا خويا خليك هكا ريت انت مع... علاش نجيك خويا نحبك خاطر انت خويا كما لطفي كما نعرف ربي يفضلك والله وانا نحبك هو الباهي هكا هو الانسان لازم يكون انسان وانت انسان فنان طيب والا واحد في 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 مهنتك أما... معناها اوفو ما تحبش الحقر لا ما نحبهاش احنا ناس معلم رانا المعلم تاعنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على مش ما نعرفش شكون هو ولا كتاب قريناه احنا رانا من أمة سيد الخلق توك حكينا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انت ما نعرفش من مدة معينة وليت ملتزم شنو مدة معينة يعني ديما نسعى اني نكون لا ملتزم دينيا يعني صلاة ودنيا من مدة معينة مش من لو ما كيفش نقولوا قداش ليك تصلي باش نقولوا شوف ما خلينا نحكي وليت وليت ملتزم ولا هي هذايا هذه فريضه نتاعنا هذه حياتنا نعرف ما كنتش إيه؟ اختولت تصلي لليوم لا مش ولدت لكن وقت ربي انعم علينا بالنعمه هذه الهدايه هي خاطر الناس كنا احنا رانا مؤمنين بالله معناها بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلاه والواحد هذاك ديما حاجه بين العبد والخالق نتاع الافعال المهمه اليوم اي ذاك هو الالتزام في الافعال اي فوالا يعني من لكن زاد الالتزام في النوع نتاع فنان يكون نقول لك بيه لا 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 فنان يكون مثلا سهريات ودنيا ما على بالوش بعد يولي صحيح يقول لك انا عندي 5 صلوات وعندي حاجات ما نفوتهم مش عندي حدود معينه معناها معناها سهريات مع الباليش وعندي صلوات معناها دون لو سونس مثلا انا بيرسونيلمون اي عارفش ما نكذبش عليك انا كنت راس العام نخدم حفلات راس العام نبدا قاعد وراس العام ناس قاعده تسكر وتشرب الشامباني فهمت مثلا فهمت. راس العام ما عادش ناخذهم يعطيك الصحه وبرتون نربح حاجة. فيهم برشا فلوس نربح مثلا نجم نربح حق عام كام وهذا صحيح فهمتني ولا مش مانيش مكومباري مش كومباري انا كل واحد يعمل اللي يحب انا نحب نحكي عليك انت خاطر سامحني كان عندك جرأه ولا في الكواليس ونحذر وتحذر مع الصحفيين تاعنا قلت لهم كلمات تصدموا شويه والله هكا هو الواقع اي مثال قلت انا فنان خل نكمل لك خل نكمل لك وبعد انت جاوب قلت انا فنان حتى ياتي ما يخالف ذلك بيان سور به معناها تنجم نهار تعتزل الفن خاطر تعتبره حرام نجم غدوه نعتزل الفن لو نحس بروحي تكبرت على بشر لو نحس بروحي تبدلت مع عائلتي لو نحس بروحي ان الفن زعما زعما يحب يعمل لي كل حاجات سهله برشا اليوتيوب فيها سيبريمي الفيسبوك والفنان اني نحب نكون فنان على خدمتي راني خرجت من ريت نخرج من استديو للدار ويعرفوني جماعه الحوم ويعرفوا عائلتي انا راني انسان قلت زاد فلوس اش بين فلوس قلت فما بلايص حرام لا لا اني لا مانيش مؤهل باش نحلل ونحرم فما ناس اختصت قلت في فلوس الرزق ماهيش حرام لا 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 ما نجمش لا لا ما نحكيش ريت اني لا نجم نحلل ولا نحرم ريت بدلت رأيي لا ولا لا ما نبدل هكا تو مع ربي سبحانه ما نبدلوش نبطلوا الدنيا تو نقصوا الدنيا الكل وما نبدلوش رأي لا اني مش مانيش مؤهل باش اما باش نعطيك حاجه نعطيك حاجه مهمه برشا ريت الحلال واضح والحرام واضح برشا يعني كيما انت تنجم تدوم تخدم في مسجد لاهي وتنظف وتعمل كل شيء ولكن تعمل في حاجات مخالفه لربي وحدك بينك انت وربي يعني تخلى في الحرام كيما الفنان اللي يمشي يسترزق يعلم ربي بحاله عنده عائله وعنده ناس يصرف على و و و فما حاجات يعملهم هو ربي خاصه به خاطر هو في الاخر ربي هو الحكم هو اللي يحكم هو اللي باش يدخل هذا هذه حلال وهذه حرام برشا يقول لك مثلا الفنانين حلوا الفن وفما ناس تحرم الفن وفما ناس تحلل وبعد يقول لك الفنان انا حاجات في الفن عايش في عائله سامحني ومعناها يقول لك حتى اللي يبيع في الشراب زاده يسترزق ويعيش في عائله ونحلوله نعطيك حاجه نتعلمتها من صلاتي كل يوم البشر وكل لحظه يحس روحه هو مقصر مع ربي ويعمل في الحرام باش ينجم ديما يعطي وقت لربي تخدم فنان تخدم ترى شنو ما دامك انت مؤمن بالله تحس روحك هكا يوميا يوميا لازم نعمل ميزاجور ظلمتش حد تعديتش على حد وحاوم يسمعوا فيا الناس صحابي كان فما شكون غلطت معه في كلمه في اي حاجه نطلب منك الاعتذار تو سامحوني فما شكون غفلت عليك عندك تكون في مخك هكا شخص حب تعتذر منه بالذات اكيد راني عندي ناس غلطت معاهم لا ما هو مع ظروف الخدمه مع السفر مع كذا نجم ننسى ولكن هاي فرصه اني نطلب من اي انسان
شافني غلطت معاه وممكن راني ما في باليش لي نغلط معك يعني فنان مثلا نطلب منك فنان اي بشر خلق ربي في الدنيا هذه انا يعني خاطر علاقتي بربي نعمل ميزاجور مع ربي مش مع البشر معناها كي نراجع روحي مع ربي ربي خلق 90% من الفنانين كي بداوا يحكيوا يقول لك امنيتي نتوب وبطل الفن هذه سمعتها في بلاتوات حتى شمس الدين باشا قال امنيتي نتوب ونبطل الفن فبرشا فنانات يجي شوف باش تحقق الامنيه الامنيه كيفاش باش نحققها لازم نمشوا للباز نمشوا اللي خلقنا قبل غادي نتعلموا منها شنو الاساس شنو اللي ثم وفما اعمال يحبها ربي هتوا هو ربي هل انت من اللي يحبوا يتوبوا ويبطلوا الفن علاش لا في اي لحظه نجم نبطل إيه؟ ارضاء لله سبحانه صحيت معناها مع ربي ريتني مع ربي غير سمعني كلكو بار في مخك كلكو بار في مخك انت ماكش تعطام في الاحلام لا انا ديما ما تقولش لا ما نجمش نعمل نحلل ونحرم اني ما نجمش انا عندي عندنا خلينا تلزم ما قلتلكش حرم وحلل لا ما تقولي ما قلتلكش افتي كاين واحد يوصل يقول اليوم نبطل الفن ارضاء لله ايه معناها انت كي تعمل في الفن ماكش قاعد ترضي في الله شكون قال لك أه؟ لا ما تجيش هكا ما نجموش نقارنها خاطر نجم نغني معنا باش تقول لي ها باش نعملوا انشاد ديني ها اغنيه ديني هي مهنه نمتهنوا فيها اليوم اذا كان ربي يسهل الامور وباش انسان يبعد على حاجات ان يعرفها اللي هي محرمه 100% خاطر تنجم تقول هذه حرام هذه حلال هذه حرام هذه برشا تفتي اما ماذا بينا على حاجه انت خايف لا تورط روحك تحكي هذا مش نخاف انا ما نخاف كان من اللي خلقني سبحانه اذا كان يعني بنموت حتى كان فنان خايف من الراي العام ها كيفاش حاسك خايف من الراي العام يودي كيفاش نخاف من الراي العام وني نرضي في اللي خلق للراي العام ما تجيش انا الباز ربي عندي الراي العام يسمعني يعرفني صادق ولا ماني صادق انا انسان راني عندي ايماني بالله كبير ياسر ونحب ربي بدرجه ما تصوروهاش في خيالكم خويا واضحه كنا نحبوه ولكن الفكرة. ولكن كيما قلت لك راهو شوف سهل ياسر اليوم اليوم الانسان يزمع علاقته بربي حاجه واحده هو ياه غادي تغلط ما تغلطش هكا باش يحاسبك ربي اما مع البشر هنا يا خويا بينك انت والبشر هذيك حاجه يزمك انت تشوف لها امورها قبل ما تمشي كدا هكا بي صديقي شو أيوة. سمعنا حاجة أخرى مولات القربة مولات القربة مليون فيو في شهر أي الحمد لله ما شاء الله ونجحت نجاح كبير تحية لكل الملايين ولات حاجة سهلة عندك اليوم والله الحمد لله هذا توفيق جمهورك كبر الحمد لله وهذا الجمهور اليوم يعطيهم الصحة اللي وقفوا معايا الكل واللي وصلت لهم الخدمة اليوم نجاح معناها ديجيتال هو اللي كان معناها أكبر سند لي كانك قبيلة كي تقول ديجيتال كان قاعد تقول للاعلام وانا قلت لهم راهو معناها ماشي غريبه اللي قلت لهم ما كاين انت انا قلتها للاعلام وانت كان قاعد تقول للاعلام راني ما عندي ديجيتال وعندي جمهوري انتم من بعد والله لا ما مش بالمفهوم لا خاطر فما اعلاميين ما شاء الله عليهم فما اعلاميين باهيين مش الكل معموش ولكن ساعات هيك الوجيعة اللي تعبت لك اليوم كان يتخلى عليك الاعلام ما عادش حاجتك به عندك الديجيتال اهم حاجه اهم الاعلام هو نجم من تخلى لا انت تتخلى عليا لا نتخلى عليك خوش بك وليت هكا انت ما يا ودي يا لطفي عقل توليت كلي هكا كالم وخايف على هذا وهذا وتعطيني والله ما خايف لا والله لا ما عادش تخش حد لا والله لا والله انا بالعكس انا انسان دبلوماسي وليت والله نحب نكون ديما صحاب مع الناس الكل فهمتي اما فما نوع معين تاع عباد كي تشوفه مازال يتمادى في الشيء هكا ماذا بيك تعطيك الحويجه شويه تفرح به شويه شويه تتيش هاي شو سمعنا مولات القربه نسمعوا مولات القربه
ماهر عايشك. ماهر باش نسألك سؤال شخصي كان قلقك، قل لي تعد. تفضل. عرسك هاي. مرتك تعيش لبرا؟ تحية ليهم هما تو غادي فرنسا ايه؟ وانت تعيش هنا؟ اي. ما يقلقش شوية؟ مش شيء متعب ويقلق، اوكي سي نورمال يقلق، ولكن مهنتنا معناها تعرف عاد انت خدمة الفنان ظروف تحكم، معناها باش نتنقل باش نسافر باش نكون موجود وان شاء الله قريب. تمرجك شوية مرتك بعد عاد تقول لك هيا عاد ويزي و... لا هي متفاهمة، احنا متفاهمين الامور هذه يا اخي، فماش علاش باش تمرجي اخي. انا بطبيعتي مانيش من النوع اللي نخرج نمشي نسهر ولا نمشي، مانيش من النوع هكا. لا انا عندي خدمة فوالا، عندي خدمة يا ماشي الموعد معين ولا باش نطلع على عائلة، والا سينو تلقاني معناها سافرت. تعطيها الحساب بعد ساعات؟ الحساب كيما شنو؟ منوع من الاحساس اللي هي الكنترول معناها هاني في الدار اني ما خرجتش هاني شنو هاني ماشي نخدم. لا 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 الحمد لله، لا الحمد لله لا ما عنديش الحاجات هذه الحمد لله. باهي ماهر توا باش نستقبلوا مع بعضنا واحد اسئله نتاعو ماهيش طريف باهي معناها انا نتسمى لطيف جدا ومحلاني وفنان و... هو مش فنان، لكن الاسئله نتاعو نستقبلوا مع بعضنا الزين. مرحبا لطفي. رؤوف مرحبا بيك. صباح. نورتنا اخويا. الحمد لله عايش. مرحبا بيك رؤوف. عايش. مرحبا بيك رؤوف. الفقره اسمها انت حر. انت حر تجاوب، تنجم ترفض ما تجاوبش، تقول لي اون باس، نتعداو للسؤال الموالي مباشره. أوكي. رؤوف ماهر العباد تعرفك عاقل وخطيك المشاكل وديما هكا دافي معناتها كيما يقولوا. شو تعرفني عاقل معناها؟ ليه؟ ليه هفش نقول لك عادي. هل صحيح طرد فنان من استوديو انتم على اساس باش تعملوا ديو مع بعضكم؟ اما هو كان نجح عليك جماهيريا معناتها رؤوف، وقعد يحكي معاك هكا بتكبر نوعا ما وحسك اللي انت اقل منه. يا اخي انت طردته من استوديو، قلت له انا مانيش باش نسجله. كي باش تو انا كي باش نحكيها معناها باش نظهر خايب ولا كيفاش؟ انا ساديبون عاد كيفاش تحكيها؟ كيفاش طردته؟ لا هي فنانه الساعه. فنانة مش فنان. فنانة و... وعربية معناها و... وفي استديو وجيت حبت باش نعمل غناية مع بعضنا ولكن بديت متكبر علينا معناها، لا احترمتني اني كفنان، لا احترمت. تعطينا الاسم؟ والله ديما ما تم بي بي ولينا نحن لا لا ولا ما نسيتش فهمتني، لا احترمت الموزع، لا احترمت لا احترمت حتى البلاد اللي هي فيها اللي جابتها وربتها وكبرتها فهمتني. بدت تحكي لي بعشرة وافي وانا فلانه وانا فلتانه وانا كذا وانا سجلت عند فلان وانا وانا وانا، في الاخر قلت لي انا فلانه وما ادراك. وهي غلطه تحكي معي في موضوع غلط معناها على ارانجمون تاع موزيكا هنا راهو معناها مرة كنا قرين كيما قريت في مصر ولا قريت في لبنان. مصر ام الدنيا، تونس ابوها، تونس ابوها فهمتك عليك ما عادش يقبلوك غير اسمعني. لا لا خويين معناها فهمتني تعرف كيفاش خويا، قلت لي انا فلان راني هاي، قلت لها تعرف كيفاش مالا انت فلانه وما ادراك، سجل عندك فلان وما ادراك باش يقول لك توا ديجاج وروحت من الاستديو. واضح وصريح. باهي رؤوف شنو نحكيو في موضوع اخر اللي هو انه انت تعرضت لبرشا حقره، باش نسمي لك اربعه مواقف ولا ثلاثه مواقف وقول لي هل هما صحاح ولا لا. هل عندك الجرأه تقول لنا الفنانه اللي عملت عركه كي شافت تصويرتك اكبر منها في الافيش؟ وهل عندك الجرأه تقول لنا فنانه قتلك يتبعوا فيك 10 من الناس باش يعمل معاك ديو؟ وهل عندك الجرأه تقول لنا شكون الفنان اللي تعاركت معاه وضربته على خاطر حقرك؟ ثلاثة فنانين هذومك، سمي لنا واحد برك. بدالي بالواحد. الفنانة اللي عملت لك عركة خاطر تصويرتها أكبر منك في الأفيش. أيه. تصويرتك أنت أكبر منها. زميلتكم عاد نوجه لها تحية و... و... منال عمارة؟ والله ما نعرفش أنت قلت خويا. لا تقول زميلتك مش باش يكون بديع بن جمعة ما منال عمارة. كلهم ولوا خويا جمل عمار جمل باش يطلع. اسمع كل واحد ولا يعمل في ميسيون باهي شو ربي يعينهم الكل. لا الموضوع صحيح صارت وقال كيفاش تصويرتي كيف هو وكذا ولا وانا ما وين كانت الحفله رؤوف؟ في راس العام، انا حفله مهمه هي ونورمالمون خاطر احنا كنا توانسه ومعانا فنان عربي نورمالمون معناها رانا نكونوا يد واحده وما يهمش تصويرتك كبيره ولا معناها اني كان عملتي لي تصويرتي معناها كانت تصويرتي اني جات صغيره وانت كبيره معناها انت راك معناها باش تطيح لك ما فهمتش شنو. بالعكس نعرف الفنان اللي عنده ثقه في روحها، فنان على المسرح وعندك جمهورك واضح. الفنان الثاني
فنانة أخرى قالت لك يتبعوا فيك 10 من الناس، شنو عملوا معاك أنت ديو؟ هاي طلعت هي عندها 10 من الناس يتبعوا فيها وأنا وعندي الملاينة وكيما فكاو. ماكش باش تقول لنا ماكش تعطينا لا ولا خواف ولا عاقل ولا ما عادش بيعمل لا مش خواف احترام باهر رؤوف الفنان اللي تعاركت معاه وضربته. هذا باش يقولنا. لا ودي ما تعاركتش معاه. شكون ضربته؟ ضربته ما تعاركتش معاه ضربته. ضربته كاو ما تعاركتش معاه، انتم ضربته ما في اصحاب. لا والله لا ما فماش منها. ما فماش منها الحكايه هذيا. من ضحكتك حاسسها فما ما مش مشكل. فما منشط عرضك وما كلمكش ما عقلكش. اي. قعدت مغش عليه برشا. ما غنيش اي، ما عطيت ولا يعرف ها؟ عطيته تريحة؟ لا لا ما عطيتهاش تريحة. هاي باهي. أما عطيته حاجة بشي قديم يذكر. باهي عطيته. نكملوا مع الاستهداف. نحكي لي بعتلي والله واحد بعتلي بعتلي. بعتلي تو. شنو عطيته بشي قديم يذكر؟ عطيته حاجة باهية بشي تفكرني بها ديما. دماغ. لا. لا يا ودي يا بعيشي تو نضربوا في العباد. لا لا. بعد على الدنيا تاذية. مريك. فما شركة رؤوف أجونس دو فواياج مستهدفتك شخصيا، معناتها كل ما يكون فما أفيش فيها أنت. يا مريض. اني جاوبك ديريكت مريض ديريكت مريض. والفنانه هذه هي الفنانه توم بي بي وسما من بعديك ما هي اللي ديما تقصي فيك من الحفلات نتاع الشركه هذه. لا 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 عاد لا هكا تو عاد نولوا لا خدم ما ندخلوش باش بي بي ولا لس وي وي هي اما السيد السيد كي قلنا له باش بي بي وقال وي هي مو 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 ما عندهاش علاقه قلنا تحب علاقتي طيبه مع لا مش علاقه والله خويا هي ما عندهاش علاقه والله اقسم بالله هو راجلها مش هي صح هي ما عندهاش علاقه بالموضوع ما نحكي لك من قبل حتى ما يكون رجلها ما يحبكش فوالا معناها الموضوع علاش ما يحبكش صارت فازه ما بيناتكم والله لا بك انت برشا فنانين مستهدفينك وصل لتهمك قال رؤوف ماهر داعشي ويحمل لفكر داعشي ولا يشرفنا انه يكون فنان يا خويا داعشي كلام اللي يحكي فيه هو اكبر داعشي التطرف نتاعو هو الكلام هذا اللي يحكي فيه داعشي شنو كان الرد ما تعرفش مشكله ما تعرفش مشكله ولينا في بلادنا واحد يصلي ولا يحكي على الدين وعندهم داعشي تعرف علاش هذه مشكله كبيره ياسر انا انسان مسلم تونسي ونصلي ونفتخر بروحي مسلم وتونسي وريتهم اليوم سايبوا الليل وسايبوا يا سيدي ما سايبوناش الليل ما تسيبونا شيء حلونا جوامع كنت نسلك عليه السؤال خلينا نصلوا على رواحنا خويا بيت ربي احنا ندوي في رواحنا غادي برشا دولة مسلمة سايبونا خويا متعاركين معاك ولا غاضبين عليك خاطر انت كنت مع ضد حملة سايب الليل وتعتبر انه ماهوش وقتنا نسيبوا الليل تويكا ولازم يقعد الكوفر فيه باش نحميوا رواحنا. نسيبوا الليل وناس قاعده تموت ومرضى واحد. ما مانيش قاعده تموت بالشر زاد رؤوف. ما يموتش حد بالشر هذا وعد ربي. هذا وعد ربي. خاطرك انت ما تخدمش في الليل. لا نخدم في الليل انا مش نخدم يخدم في الليل. انت مداخيلك رؤوف من اليوتيوب وعندك مداخيل من برشا. يوتيوب تو تحكي لي على اليوتيوب، يوتيوب ماشي اللي هاو في الديجيتال هم جماعه هني الاولاد كل حاجه مقسمها لعباد معينه الناس تخدم نقسم فيها راني ما نهزش في جيبي. نخدم فنان مهنتين هذيك نمتهن فيها ونهار اللي نمتهن مهنه اخرى تو نبطل الفن ها تحب الاجابه شي تو من قبيله نبطل الفن لا نحكي لك على سالتني لا سالتني ولا نهار اللي باش نمتهن مهنه اخرى تو نبطل نقول لك احسن مهنه نحبها في حياتي ايه. واحسن انا فنان ايه وما لازم نعيش كان فنان وبعد لي ضربه ضربتين باش نبطل الفن تو انا فهمتهم راهو لا لا ما تجيش راهو فرح انا حكيت لك حاجه جاوبتك على الناس تقدرك وتحبك وتبوسك في الشارع خاطرك فنان والناس بوليس يوقفك يقول لك على السلامه سي رؤوف على السلامه العائلات يحبوك والعائلات والديار تدخل الديار واللي باش يعرس يبط باش يعرس وباش يفرح يتوج هكا النهار هذاك بفنان تونسي بعد جيت تقول لهم انا باش نبطل الفن مش نبطل الفن كان نلقى خدمه اخرى ندخل فلوس نبطل الفن لا لا مش جاي نحكي باش نبطل الفن كاين قاعد تقول في المهنه اللي نعملوا فيها نحن شدين يد راهو شدين يد هذه مهنه ماهيش مهنه لا اللي يجي يقول باش نبطل الفن كان نلقى منين نسترزق لا لا مش هكا مش هكا انا حكيت ما علاش باش نمتهن مهنه اخرى باش نبع اولا الفن متعب ثانيا انت تعرف لا تعمل باك وتو تعمل شنو بعد تبطل الفن تعمل مثلا بلاصات لا 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 ما نعملش باك وتعمل قهوه ورزوز ريستورونات وتبطل الفن انا تعرف كان نحب نعمل حاجه بالفن نحب نعمل نعمل معامل نخدم فيها الناس اللي ما تخدمش يعمل شكون قال لك ما تعملش ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يسهل علاش ما عملتش معاه السؤال الاخير رؤوف نحييك على شجاعتك علاش ما عملتش معاه مع شو ما عمل ما عمل حتى ما عمل خدم فيه 10 من الناس والله ان شاء الله علاش لا والله نحييك على شجاعتك رؤوف وعلى جرأتك جيت بريود رؤوف اختفيت 6 شهور وكي رجعت قال لك وين كنت قلت كنت نخمم في الاعتزال هل عندك الجرأة تقول لنا مش عندي حقيقة الست شهور هذم فين كنت وين عديتهم حبيت نبطل الفن وقت فاش عديتهم تعمل؟ عديتهم في داري يعني علاش نعتكف
سافرت لباريس، حبيت نبدل حياة، حبيت نعمل فهمتني. ونعطيك حاجة، الستة شهور هذوكا كانوا أكبر درس لي لحياتي، علموني فهموني الحياة، تعلمت منها برشا حاجات، رجعت أقوى على خاطر الصورة اللي تعلمناها ونشوفوا فيها في المسلسلات وفي الأفلام فهمتني شو ولا نشوفها، كنا نحلموا نحبوا نعيشوا هكاكا، ولكن هي حياتنا مش هيك. انت علاش احنا عرب وتوانسة؟ علاش حبوا لك كي القرة هذه؟ ما فهمتاش هاك لابس كي القرة على ماكش باش لابس. لا 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 مش مدخلني في لبسه، نحكي في لونجاجنا في حكاياتنا في كل شيء. هاك الكوب نتاعك كي نتاع القرة ولبسك؟ لا 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 ما عندهاش علاقة. معناها واحد كان ما تكلمش على لبسه وما عندهاش علاقة ما لباش الكوب شبه هذه لبستنا عادية. هي رؤوف لو انت حبيت تحكي على شحال متأثرين بالقرة قلت لونجاجنا اللي هي كلمة القرة. حتى لونجاجنا يعني نحكي لك معناها حتى ست اشهر اعتزال اخرين يسمني سبع اشهر اخرين. شكرا رؤوف ماهر، ميرسي بوكو، ميرسي لطفي، ميرسي مرحبا بيك، مرحبا بيك. عايش رؤوف، انا قريب نكمل معاك، مازال لي بعض هكا المناوشات صغار معاك، لكن انا نعرف صوتك حلو، ماذا بيا تسمعني موال حاجه هكا نحبك تهديها لعبد عزيز عليك. باه نعملوا سنديده، مقطع سنديده نهداه لكل نهداها لبلادنا تونس الساعه الاولى، ونهداها لكل امهاتنا، البنات الكل، اخواتي الكل، هذه هديه لكم. ويا معنا الزيت حنان انتيني مضموني، هي هي يا معنا الزيت، يا معنا نزك يا ريحة أمي فيك، هي هي خيتي معنا نزك، هو كوني صل ندا هنيني على روحك، هي هي يا صنديدة، يا وكوني صل ندا باش يشكر باباك، هي هي يا صنديدة، وهنيني على روحك، اي هي يا صنديده. خلي لك كلمه الختام، عملت فيك اليوم شويه. لا والله لا بالعكس، والله تتعدى الوقت ما حسيتش به. ميرسي بوكو الناس الكل اللي خدموا معايا، يعطيكم الصحه، شكرا لك لطفي، شكرا للناس الكل. فرحان اللي جيت بحذاك، و انت فنان ناجح تستحق صديقي، ماشي زي يعني وجود بالعكس فيك، عايشك، وتحيه لكم الكل، مرسي بوكو، ربي فضلك. شكرا، هذا كان لقائنا مع الفنان رؤوف ماهر. نخليكم قبل ما نخليكم نعاود نقول لكم، ابعث حرف ا على 85 885 باش تربح كهرباء طياره دمدومه قمقومه، تربح كهرباء تويوتا اجيا، ونخليكم مع تروشيك باند. حرقت شاشي قوية ولا يا من عيني، حرقت
بتتكوني ليا تدفي لي هالحركة يا امي لاوينا سرقة يا امي لاوينا سرقة يا امي لاوينا سرقة كل وقت اشيل ملقة ريدك ثور غراجي وعندك انت علاجي مريدك ثور غراجي وعندك انت علاجي حلفتك بالباجي تدفي الهيبة الحركة يا امي لعوينا السرقة يا امي لعوينا السرقة يا امي لعوينا السرقة كل وقت اشيل ملقى وقتها